14 فبراير وكثر السؤال من عدد من كل الناس ما هو موقف الرفاق من دعوة شبابية انطلقت في الانترنت في هذا المواقع الإلكترونية في الفيسبوك أو غيره عن دعوة إلى التظاهر في 14 فبراير وبالتشاور مع عدد من القوى السياسية يتلخص موقف الرفاق وعدد من هذه القوى في هذه العبارات ترى الرفاق وعدد من الجهات والجمعيات السياسية أن حق التظاهر للأفراد والجماعات هو أمر مقفول عالميا ومحليا وترى الرفاق والجمعيات على أن يمارس هذا الحق بطريقة سلمية وأن يحافظ على الممتلكات العامة والخاصة في كل مراحل المطالبة وترى الرفاق وهذه الجمعيات التي تشاورنا معها عدم جواز منع الناس من هذا الحق في 14 فبراير أو في غيرها من التواريخ وعدم جواز استخدام القوة ضد هؤلاء الناس المطالبين بحقوقهم التي يجب أن تكون مشروعة وأعتقد بأن هذا الموقف هو موقف الإنسانية اليوم جميعاً